نستكمل مع حضراتكم أخبارنا. خبر خاص برئيس وفد الاتحاد الأوروبي، 600 مليون يورو حجم تمويلنا لمشروعات المياه بمصر. قال كريستين بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر إن هناك تعاون قوي مع مصر في مجال المياه، حيث ينفق الاتحاد 600 مليون يورو في مشروعات المياه بمصر ضمن حزم تمويلية تصل إلى 3 مليار يورو مع الجهات التمويلية الأوروبية بمشاركة القطاع الخاص في مجالات معالجة المياه، وكذلك العمل بشكل وثيق مع الغرفة التجارية والمراكز المراكز البحثية ومبادرات لرفع درجة الوعي وتحلية المياه. كان سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستين بيرجر اليوم قد بدأ زيارته إلى الإسكندرية للاحتفال بيوم أوروبا، وتستغرق زيارته 3 أيام، يعقد خلالها لقاءات مكثفة مع مجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية، وتركز على تحديات المياه وجهود الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع الحيوي. معنا على الهاتف دكتور عباس شرائي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور. أهلا، مساء الخير على حضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا يا دكتور، بيسعدنا دايما وجود حضرتك معنا. أهلا وسهلا بيكو. خلينا نتكلم عن مشروعات المياه اللي بتمثل أهمية كبرى ويعني وأولوية في أجندة الدولة المصرية، مثل هذه الشراكة مع بعثة الاتحاد الأوروبي بهذا الرقم، ماذا تعني وماذا تثمر، يعني ما الثمرة المتوقعة؟ هو الحقيقة احنا حصة مصر المائية بما انها محدودة وغير قابلة للزيادة في الوقت الحالي، بالتالي احنا مضطرين بالحصة الحالية ان احنا نعظم الاستفادة من هذه الحصة، بمعنى ان احنا نعيد تدوير المياه باستخدامها مرتين وثلاثة واربعة عن طريق معالجة مياه الصرف الزراعي واستخدامها مرة اخرى في الزراعة، وده اللي هيتم في مشروع زي مشروع دلتا الجديدة. هذا المشروع بيعتمد بالدرجة الأولى على مياه المعالجة من محطة الحمام، وهذه المحطة تكلفتها من سنتين كان المفروض 20 مليار جنيه، بالأسعار الجديدة يعني ممكن توصل 50 مليار جنيه. عندنا مشروعات أخرى لما بنحفر أبار لاستفادة من مياه جوفية، علشان عندنا مشروعات جديدة اللي منها تم حصاد القمح اليوم من مشروع شرق العوينات وبعض الأماكن الأخرى. شرق العوينات بيعتمد كلية على المياه الجوفية، وبالتالي في حفر أبار واستغلال جزء من المياه الجوفية، وهنا بنقول بطريقة رشيدة علشان نحافظ على الخزان. زي ما قال سيادة الرئيس النهاردة ده ضروري، لأن المياه في هذه المناطق غير متجددة، ومياه تكونت من آلاف السنين ولن يأتي غيرها، فبالتالي استخدامها لابد أن يكون بحساب شديد. نوعية المحاصيل تكون ملائمة للبيئة، تكون العائد من هذه المحاصيل يكون مرتفع، الاستفادة الأكبر لما نصنع هذه المحاصيل، وبالتالي لما في كان في مصنع البطاطس الموجود في نفس المنطقة بحيث محصول البطاطس يتم تصنيعه من نشا وغيره وغيره وغيره، بحيث أن نعظم الاستفادة، لأن المشروعات متكلفة، المشروعات في أماكن بعيدة والمياه هناك بحفر أبار وبتحتاج إلى طاقة لرفع المياه من الخزانات. فإذا المشروعات للاستصلاح الزراعي ولتوفير المياه، إحنا شوفنا أيضا في الدلتا الجديدة فيه النهر الصناعي، هذا النهر الصناعي ده تحدي كبير، لأن المياه بتجري في المرتفعات، يعني النهر دايما كان بيجري من العالي للمنخفض، لكن في النهر الصناعي في المشروع دلتا الجديدة إن النهر الأراضي في النهاية ناحية العلمين أعلى من نهر النيل، وبالتالي تم عمل 22 محطة رفع للمياه بتكاليف كبيرة، والمياه أصلا معالجة وأخذ جزء آخر من مياه النيل، وأيضا سوف يتم حفر بعض الآبار إذا كانت المياه صالحة للزراعة، أيضا سوف نستفيد بجزء من المخزون. إذا كلها تكاليف ومشروعات يعني تبقى مشتركة سواء مع الاتحاد الأوروبي أو مع أي جهات أخرى تتعاون معنا في المياه وبالتالي في المشروعات الزراعية لتقليل الفجوة الغذائية الموجودة في مصر. أنا بشكرك جدا دكتور عباس شرائي، أستاذ الموارد المائية جامعة القاهرة، على وجود حضرتك معنا، ودايما بنسعد بآرائك وبعلمك وبخبرتك. طيب خلوني أروح مع حضراتكم لصورة وتعليق، وإحنا
زي ما قلت لحضراتكم النهارده احنا هنتكلم في ملف السياحه، والشيء بالشيء يذكر، قرب افتتاح المتحف الكبير، بنتكلم عن اثارنا. خلوني اكلم حضراتكم عن رجل من رجال مصر كان ليه دور كبير جدا في الحفاظ على كنز من كنوز مصر، الا وهو مقبره توت عنخ امون بكل كنوز توت عنخ امون اللي احنا بنسعد بيها وبنفتخر بيها امام العالم. كانت هتتنهب وما تبقاش موجوده في مصر زي كتير من الاثار اللي اتسرقت. هكلمكم عن مرقص باشا حنا، هذا الرجل الوطني، رجل العلم، رجل الثقافة، رجل المعرفة، اللي شغل مناصب كبيرة جدا، كان من ضمنها أنه كان رابع نقيب للمحاميين، وكان وزير الأشغال في أول وزارة لسعد زغلول، وأصبح بعدها وزير للمالية في عهد وزارة يكن، ثم وزير للخارجية في عهد وزارة عبد الخالق ثروت. وكان الحقيقة مهتم بتعليم البنات، وكان عضو المجلس الملي القبطي، كان حاجات كتيرة جدا. مرقص باشا حنا أول ما استلم وزارة الأشغال شال كل اليوفط اللي مكتوبة بالإنجليزي وحط مكانها بالعربي، وشال كل الموظفين الإنجليز وحط مكانهم موظفين مصريين. والحقيقة إنه في 1912 كانت ابتدت يحصل التنقيب عن يعني في وادي الملوك، وكان باحث انجليزي عالم اثار انجليزي اسمه كارتر، وشريكه اسمه كارنر فون، ده كان الممول، وكانوا بيبتدوا يبحثوا يعني. وسنه 22 تم الكشف عن المقبره، وكان مرقص باشا حنا وزير الاشغال وقتها، وابتدى يلاحظ حاجات غريبه كده، من نوعيه انه كارتر مش عايز المصريين يدخلوا خالص المقبره، بس الانجليز. ابتدى يحس بتصرفات غريبة، فشعر بالخوف على المقبرة، وابتدى يطلب حراسة، واتحرست المقبرة بشكل كامل، وابتدى يطلب تصريح لكل اللي داخل واللي خارج، لازم يدخل ويخرج بتصريح، وكل قطعة أثار تتسجل وتتحول للمتحف المصري. وابتدى الصراع حوالين الأثار تروح المتحف المصري ولا لا. كان في بند في العقد مكتوب إنه لو تم اكتشاف مقبرة كاملة تروح للمتحف المصري. ابتدى بقى الإنجليز يعني يتفاعلوا، راحوا بقى للمحاكم المختلطة، وقتها كان في محاكم مختلطة، وابتدى أول حكم إنه طيب يبقى ليهم امتياز حتى إن هم يتكلموا عن المقبرة في المجلات والجرائد. ساعتها تايمز كتبت إنه المقبرة دي مفروض تكون ملكية خالصة لكارتر وشريكه. قامت الدنيا، وابتدى مرقص باشا حنا ووزارة سعد زغلول إنها تتكلم مع الناس عشان تنمي الوعي الوطني، وبقى في رفض كامل، ورفض مرقص باشا حنا وساطة المندوب السامي، لحد ما المحكمة المختلطة بعد كده حكمت بحقية كارتر في المقبرة. فقامت الدنيا وخشت إنجلترا من إنه الشعب يثور على هذا الأمر، والوقت كان كله مضطرب هذه الفترة بعد ثورة سعد زغلول، فتراجعت عن الفكرة. فضل مرقص باشا حنا صاحب الفضل الكبير في الحفاظ على كنوز مصر وعلى هذه المقبرة، مقبرة توت عنخ أمون اللي بنسعد بيها وبنتشرف بوجودها، والعالم كله بيتكلم عنها وعن هذا الملك العظيم وعن هذا الكنز العظيم. حبيت أشارككم برجل من أعظم رجال مصر اللي حافظ على كنوزها في فترة زمنية كانت شديدة الصعوبة. طيب أنا هسيب حضراتكم مع فيديو عن دورة نظمتها وزارة الداخلية لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان، وأستعد لاستقبال ضيف دكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، في استوديو مساء الخير. نظمت وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية لكوادر الأمنية الأفريقية في مجال الشرطة المجتمعية وحقوق الإنسان بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وذلك في إطار حرص مصر على دعم أشقائها من الدول الصديقة بخاصة في المجال الأمني. تضمنت الدورة جانباً نظرياً علمياً بمشاركة نخبة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال، كما تضمنت جانباً تدريبياً أتاح للمتدربين الفرصة للتدريب في المعاهد التدريبية الأمنية المصرية المتميزة وبما يحاكي الواقع العملي.
وقد أشاد المتدربون بالخبرة الأمنية المصرية وكفاءتها، وبحرص مصر الدائم على تقديم الدعم الفني والتدريبي لأشقائها الأفارقة في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم. Et là, je voulais remercier aussi également les instructeurs qui étaient là. Comment utiliser des méthodes pour pouvoir aborder, encadrer d'autres collaborateurs pour pouvoir mieux assimiler la proximité auprès des usagers. So on behalf of my government, on behalf of the police of the Republic of Mozambique and my own, I'd like to thank the government of the Arab Republic of Egypt for this opportunity was granted to all of us. وعلى هامش الدورة تم تنظيم زيارة للكوادر الأمنية المشاركة فيها لمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون للاطلاع على هذه التجربة الرائدة في الإصلاح والتأهيل والتي تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. شاهد الكوادر الأمنية النقلة النوعية في المنظومة العقابية في مصر من خلال المرافق المتطورة الموجودة داخل المركز والتي توفر رعاية صحية متميزة عبر المركز الطبي المتطور المزود بأحدث التقنيات الطبية وغرف رعاية وعناية وعمليات فائقة قادرة على تقديم الرعاية لكافة الحالات المرضية. I have seen a very nice and beautiful hospital here that is equipped with everything. We have witnessed all different departments. Et on soigne beaucoup de maladies. C'est-à-dire qu'un détenu, quand il arrive ici, il se sent à l'aise. يضم المركز بين جنباته مرافق الإصلاح والتأهيل المتنوعة التي شاهدها الكوادر الأمنية والتي تعمل على إصلاح وتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم وفق برامج إصلاحية متطورة ذات أبعاد إنسانية مع إسقال مهارات النزلاء الفنية والحرفية تحت إشراف نخبة من المتخصصين. Qu'on a vu, c'est qu'on a ce que l'effort fait par l'Égypte pour pouvoir respecter les droits de l'homme. On le voit bien ici au sein de ce centre même. Ils se soucient du bien-être, notamment de la santé. إشادة واسعة من الكوادر الأمنية بهذه التجربة الفريدة في الإصلاح والتأهيل التي تنتهجها مصر والتي انعكست على سلوكيات النزلاء عقب الإفراج عنهم وساهمت في دمجهم في المجتمع مطالبين بالاستفادة من هذه التجربة في بلدانهم. هذا المركز كان أعلى مستوى وبودي أن أحمل هذه التجربة إلى بلدي. Parce que nous avons vu que le droit de l'homme est très respectant par rapport à l'accueil des détenus. وقد أقيمت احتفالية عقب انتهاء الدورة تسلم خلالها المتدربون شهادات التخرج وسط إشادة بالخبرة الأمنية المصرية وكفاءتها وبحرص مصر الدائم على تقديم الدعم لأشقائها في كافة مجالات العمل الأمني لتحقيق الاستقرار في بلدانهم.